ضربة البداية يمكن شفتوا المهندس عدلي أبحر بنا ما بين الأمل والألم والحلم والعمل، لكن هي ضربة البداية كما تعودتم دائما مع مقالي ومقاله. قربنا من الموضع اللائق للنادي الأهلي، قربنا من المكان الطبيعي لحامل الألقاب. الحقيقة الأهلي مع بطولة الدوري ما تقدروش تقولوا حامل اللقب، ده حامل الألقاب التاريخية في هذه المسابقة. الأهلي النهاردة وصل للنقطة 58 بعد الفوز على أسوان 3-1 علشان يطرق أبواب القمة. ماتش واحد إن شاء الله يأديه مع وادي دجلة بإذن الله يتحقق له الفوز عشان يتصدر المسابقة وفقا لقواعدها. شوف يا أولا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ثانيا يعني كده الملعب اتوزن. اتوزن. الونجين اشتغل. أيوه. ثالثا بقى يعني الصراع المحتدم أيوه على القمة والقاع هو سمة الدوري أيوة. حتى الآن. أيوه. أن يبقي الأهلي على حدوده بعد المطبات اللي حصلت وأصبح ما يقدرش يخسر نقطة في ظل أصعب الظروف التي لا تواجه أحدا غيره، والكل يريد أن يتجاهل هذا الموقف ويتحدثون بشكل غريب جدا. أنا وأنا جاي كان في بسمع الراديو بعد الماتش على طول كريم الكابتن كريم حسن شحاتة وميدو عبد الحميد حسن وحماده طلب ادي الاستوديو. فعبد الحميد حسن بيشير الى ان من العدل ان نشير الى الصعاب اللي تعرض لها الاهلي في المباراه المضغوطه دلوقتي وعوده النقيين ونقص في الصفوف نتيجه يعني قبوله باللعب بدون اللاعبين الاولمبيين. فالحوار فجأة كده خد سكة. لا 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 كريم كابتن كابتن كريم لا 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 ما تقوليش مش هقتنع مش هقتنع ده كريم وهو مذيع مش هقتنع بص مش هقتنع يقول له يا سيدي يقول له لا 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 ده من مارس لابريل مش عارف يقول له دي كانت فترة لعب فيها الاهلي ماتشاته الافريقية وانا مالي يعني وانا مالي ما هو ما كانش بيصيف انت بتقول كده هو افريقي وسوبر وقال له اتلعب خمس ماتشات وفيهم سفر وبتاع يقول له انت جاي تقول لي ما رجع من سيمبا بعد خامس يوم يلعب طب ما في خمس ايام قال له مش فيهم سفر مش فيهم سفر هم ما مرسيوش على خمس ايام وانا مالي ما هو انت مالك انت عرض لكن احنا بنذكر الحقائق ان هو فيهم سفر واجهاد يقول له طيب وتوقف اللي بعديه اللي قاعد يجي مش عارف من ابريل لايه قال له الله دي فترة توقف دولية محدش لعب فيها وممنوع يتلعب فيها صحيح لأن اللعيبة الدوليين المفروض قالوا ما هم اتاخدوش قال هو دي مش مشكلة الأهلي إن كل الأندية التانية ما لعبتش في هذه لا حتى اللعيبة المحترفين من الأهلي من الأجانب سافروا لا ماليش دعوة إذا فضلنا في منطق ليا دعوة وماليش دعوة وكلمني على الدوري كل ما أكلمه أقول له ما كان بيلعب في أفريقيا يقول له كلمني على الدوري هذا الموضوع انما رغم ان كريم من المحسوبين معتدلين يعني هي القضيه يعني انما القضيه قضيه بقى انك انت لما هتيجي تقول ماليش دعوه ماليكش دعوه طب هو يعني هو الاهلي حابب يعني موقف انه يلعب يعني هو كان اهون للاهلي ان يضحي بافريقيا ويلعب في سياق اللي انتوا عايزينه كله لما يرتاح له ماتشين ولا حاجه يتاجلوا عشان ياخد مخاطره بالدوري ان يلعبهم بدون اللعيبه الدوليين في وقت الدوره الاولمبيه ست عناصر منهم اهم عنصرين النهارده في 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 مصر كابتن الشناوي رقم واحد واكرم وكابتن اكرم رقم اثنين وطاهر دول تلات عناصر من العناصر اللي كانوا في قوام الفريق الستة اللي موجودين منهم أربعة كانوا أساسيين في آخر ماتشات الأهلي في آخر ماتشات الأهلي أربعة أساسيين في الحداشر في الحداشر زائد إن فيهم ناس كانت من المنطق هيبقوا بدلاء
مهمين جدا زي كابتن ناصر ماهر مثلا. طبعا وبيكهام ده النهارده وبيكهام النهارده بتلعب في ناحيه الرايت، جبت رامي ربيعه، لو بيكهام موجود كان هو ده البديل. يعني انت شوف انت بقى قلت ايه بقى، سيبك بقى من اللي قاله كابتن كريم والناس اللي هي عايزه يعني تجادل. لا انا ليا تعليق تاني في منطقه، يعني انت خلينا في الكوره دلوقتي. ما انا في الكوره. ايوه ده انا في الكوره. في كارثه تانيه بس خليني معاك. لا انا ما زلت في الكوره. ايوه انا بقول لك دي حته. الناس اللي عايزه تقول لك مالناش دعوه. يعني انت مش مجهد ولا حاجه، ولا جدولك مضغوط ولا حاجه، ولا الكلام ده، رغم ان احنا عدينا لهم ان حتى في الجدول المريح احنا لعبنا ماتشات اكتر من الزمالك في عدد الماتشات. لكن يقودنا بقى في حته ان انت طيب، هو انت في الفتره كمان المضغوطه دي بتعمل ايه؟ عليك مسؤوليات يجب ان تتخطاها بدون ما تفقد حاجه. فلا يمكن ان نناقش هذا الامر في سياق الصح والغلط والمتعه والمفروض. لان الصح والغلط والمتعه والمفروض دول امام الجهاز الفني في الظروف الطبيعيه. لكن لما تيجي النهارده تشوف، هو النهارده الناس قالت كان الاهلي مقبول لحد ما عمل التغييرات قبل النهايه بحوالي 20 دقيقه. والتغييرات شملت لعيبه مش جاهزه، كابتن متولي واجاييه وسعد سمير، واشاروا الى ان هناك. طب خلينا في الجزئيه بتاعت الاذاعه، في اللقطه اللي انت سجلتها عايز تخلص دي الاول. لانه هنا الحقيقه يا جماعه بجد بقى، على فكره الاذاعه بدات في ارض الرياده دي 1934. يعني مصر تمارس هذه المهنه بضوابطها وبقيمها وبقواعدها من الثلاثينات من القرن الماضي. اللي بيقوله المهندس عدل ده لاي حد بيفهم اعلام كارثه حقيقيه. انه في مذيع يتحول الى ضيف صاحب راي متبنيه عن انتماء، ويتحول هو والضيف الى احتداد شديد جدا في الراي. ده لا يمكن قبوله ابدا. سيبكم من ان هو الكلام باستمرار ضد النادي الاهلي، وسيبكم من انه باستمرار الكلام موجه. كريم من العناصر المحسوبه على معسكر الاعتداء. هو اشار عشان الانصاف، اشار الى نقطه قانونيه سليمه رغم انها حققت العدل، خطا اسفر عن تحقيق عدل. ولكنه خطا قانوني، جاب الكابتن رضا البلتاجي اكد على هذا. اوكي الحكم لما سافر، بس عشان ابقى انا فير، ايوه هو قال ان الجون بتاع اسوان ما كان ينبغي ان يحسب حتى لو كان مش لمسه يد، لان الحكم صفر قبل الكره ما تخش الجون. فكان برضو في جدل هنا. قال له، جاب كابتن رضا قال له لا، الصفاره بتوقف اي شيء. ليه بقى يا استاذ ابراهيم؟ افرض الصفاره خلت لعيبه الاهلي وقفوا وحد حط الكره، ما دي هنجلها طبعا. هنجلها بالصوره. لكن انا بتكلم على قواعد المهنه، قواعد المهنة. وليه يعني اذاعه شباب الرياضه اذاعه تابعه للاذاعه المصريه، احدى شبكات الاذاعه المصريه الرائده في المنطقه. اذاعه ايه يا استاذ ابراهيم؟ انت شفت البرامج الرضيع بقت عامله ازاي؟ انما ليه هذا التحميل على النادي الاهلي؟ ليه في اذاعه وطنيه يكون مسموح فيها بهذا التحميل الشديد جدا ضد ناحيه قانونيه تخص النادي الاهلي؟ ليه؟ ازاي يكون مذيع متبني وجهه نظر ايا كان؟ لان على فكره ده نوع من الانحياز والانحراف المهني المتكرر في برامج كتيره. الضيف يتحول الى صاحب راي، يتحول الى انتماء حقيقي، وباستمرار ضد النادي الاهلي. كل خرق مش الضيف ده للقواعد المهنيه. المقدم. ليه المقدم؟ مقدم البرنامج في كل البرامج الاذاعيه في غالبيتها، عشان نكون اكثر انصافا، باستمرار التحمل ضد النادي الاهلي، وباستمرار في خرق لابسط قواعد المهنه للي عايز يمارس مهنه على اصولها. باستمرار هو صاحب راي كمذيع او كمقدم وضد النادي الاهلي، والناس بتقفل الرداوي، والناس بتتصل تسال وتستعجب. يا جماعه ليه هذا التحامل المستمر؟ في مباراه، في ضيف عنده وجهه نظر فنيه، وتبقى الكارثه اكتر ان وجهه نظر فنيه مدعومه بوضع قانوني. ان انت عمال تنتقد في النادي الاهلي، وعمال تنتقد ان النادي الاهلي ما هو ما لعبش ساعه التوقف، في حين ان ابسط معلومه ان دي فتره اجنده دوليه، ما حدش من حقه يلعب. اللعيبه المحترفين الاجانب في الاهلي وفي الزمالك وفي بيراميدز وفي غيره سافروا لدولهم،
هلعب ازاي وانا عندي كل اللعيبه المحترفه سافرت؟ كون ان المنتخب الوطني هنا ما تجمعش ده حاجه كابتن حسام البدري شايف ان في حاله ارهاق عام فحب الناس تريح، ده حاجه تخصه هو. لكن حتى لما النادي الاهلي النشاط يتوقف بسبب هذا الظرف الدولي يبقى النادي الاهلي هو السبب. شيء غريب. ويتم تجاهل نقطه مهمه جدا، ان لما خير النادي الاهلي ما هو الحل انك تلعب ماتشين من غير اللعيبه بتوع المنتخب الاولمبي ويوافق النادي الاهلي ترسي على 3 ماتشات. وبعدين اللائحه يا استاذ ابراهيم دي اللي ده الموضوع اللي بيبين لك ان احنا داخلين في نوع من تعمد الجدل. انك انت تيجي دلوقتي تقول ايه هو هتتحسب البطوله بايه؟ تحسب البطوله بايه؟ يا راجل انت اللائحه عندك من اول السنه. المواجهات المباشره هنفضل زي موضوع نادي القرن ونادي كل ما تيجي اللائحه ما تستفدش منها عايز تغيرها باثر رجعي. هو ده حوار ممكن اي منصف او اي يعني راجل عايز يلتزم بابسط مبادئ النظام انه يناقش النهارده لائحه جايه له من اول السنه؟ هو المواجهات المباشره ليه مش بفارق الاهداف؟ اذا كانت اللائحه عندك من اول يوم في هذا الاتجاه هتفضل لامتى عايز تغير اللوائح باثر رجع عشان تستفيد منها؟ زي ايه يا باشمهندس؟ وايه وبعدين تجد ان الكلام ده بيتناقش في قنوات كثيره جدا وكانه امر مطروح للمناقشه لحد ما يطلع الكابتن احمد مجاهد ويحسمه زي ما حسم بالظبط فكره هو ليه الدوري هيتوقف بعد مصر ما وصلت حلو قوي للمربع جيت لي للنقطه المهمه بتجادلوا في ايه؟